قال وزير الخزانة الأسترالية جيم تشالمرز إن بلاده قد تنظر في تعديل نظامها الضريبي لتحفيز قطاعات الصناعة الخضراء. وأضاف الوزير أن الدولة على استعداد للنظر في النظام الضريبي كواحد من ضمن مجموعة من الأدوات التي قد تكون مفيدة، مشيرا إلى أنهم يواصلون سعيهم لتعزيز مستقبل الصناعة الأسترالية، لافتا إلى أن النظام الضريبي سيلعب دورا والاستثمار سيلعب دورا أيضا في تحفيز الاستثمار الخاص في أستراليا.